ربنا يخليك ليا يا ابو يحيى. خليك ليا يا روح قلبي. ربنا ما يحرمناش من دخلتك علينا يا استاذ يحيى. ولا يحرمني منكم يا ست عفاف. معلش انا اسف اتاخرت عليكم المره دي شويه. ما تقولش كده، ده احنا من يوم محمد ما مات ما حدش بيسال علينا غيرك وعايشين في خير. يا ست الخير خير ربنا. ما اعرفش كان دراعي اليمين كنت بعتبره زي اخويا بالظبط. المهم طمنيني اخبار بوسبوس في المدرسه ايه؟ المدرسه؟ يسمع من بقك ربنا. انا بوديها الحضانه اللي جنبنا. لا حضانه ايه؟ بسم الله تروح احسن مدارس وما تشيليش هم الفلوس خالص. هوديها والله هوديها، بس لما تخلص حضانتها الاول. امال مرشي الصغير فين؟ انا لسه منيماه، تحب اصحيهولك؟ لا 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 خالص خليه نايم. انا بس استاذنك لما يصحى تقولي له عمك يحيى جاب لك مرتب ابوك. كتر الف خيرك يا استاذ يحيى، ربنا ما يحرمناش من دخلتك علينا ابدا. بقول لك ايه يا فخم؟ فخم؟ اه فخم. انا ملاحظ كده من وقت للتاني انت بتيجي تصوت على الحاره. هي ايه العباره بالظبط؟ انت بقى بتطلع مين يا عم النخوه؟ شيخ الحاره؟ لا مش القصد، بس يعني مش حلوه في حقي كده انك طالع نازل انت والبيه بتاعك قدامي، عيني عينك. طب اسمع بقى يا عمهم، احنا بنيجي نشقر على ست عفاف مرات مرش الله يرحمه. ست عفاف؟ بس اللي عارفه ان الست عفاف دي عايشه لوحدها. عارفين ان هي عايشه لوحدها، عشان كده بنيجي نشقر عليها من الوقت للتاني عشان نعمل معاها الواجب. طب اسمع بقى يا فخي، انت تاخد الواجب بتاعك ده وتمشي من المنطقه دي خالص وما المحكش هنا. في حاجه حربي؟ حد بيقول حاجه؟ حد بيتكلم معاك في حاجه؟ لا يا ريس سلامتك. طب يلا بديهاش بقى، قلت لازم اصالحك. يعني خلاص بقى، مش موضوع تافه زي ده يتخانق نتخانق. بعدين هو انت مش واثق في مراتك يعني ولا ايه؟ وايه اللي جاب الثقه اللي مزعلني؟ طيب خلاص، انا اصلا كنت بحاول افهم سمير ان احنا سلمى الله يرضى عليكي، مش عايز افتح الموضوع ده تاني. ماشي، انت وحقك عليا، انا اسف. افتكر اي حاجه حلوه انا عملتها، افتكر ان استنيتك شهور. انا بحبك يا حبيبي والله العظيم. وانا كمان. طب اقول لك على حاجه وتصدقيني، انا من غيرك بتوه، وانا مش عايز اتوه تاني يا حياه. يحيى انا اسف. على ايه ولا ايه؟ على كل حاجه. صدقني والله اي ست في الدنيا كانت هتبقى مكاني وجالها مسج ان جوزها بيخونها او ومتجوز عليها كانت هتعمل نفس اللي انا عملته ده بالظبط. بس انا مش متجوز اي ست، انا متجوزك انت. غيرت عليك يا يحيى. الهام الغيره بتبقى حلوه لما بتزود الحب وتخلي العيشه تهون، انما لما تتحول بقى لشغل مخربه وجواسيس وتدوير اسمها شك مش غيره. ما خلاص بقى، قلت لك انا اسف. خلاص يا ستي ماشي، بس انا يعني عارفه انك جدع، كنتش اعرف انك جدع قوي كده. ما هي ما بتهونش غير على الغلبانه بنت الناس. يعني ايه؟ يعني ما يحسش بالغلبان غير الغلبان اللي زيه. الواد مرش كان طيب، جابها من تحت قوي، قتل بسببي. كانش ينفع يعني اسيب عيال من غير مصاريف ومراية. ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان. مالك قلب على ناس ساخي ليه؟ طب والنبي بحبك. كل مرة كنت بسيب فيها يوسف كنت بزعل قوي عليه.
بس المره دي لما سيبنا بعض حسيت ان انا زعلانه اكتر على الوقت اللي ضاع معايا. عارف يا حازم، انا عملت كل حاجه عشان علاقتي بيوسف تنجح، ده غير ان انا صبرت عليه كتير قوي كمان. عشان كده لما اديت له ظهري ومشيت حسيت ان انا مش محتاجه تاني ان انا ارجع ابص عليه. مش ندمان، بس ده ما يمنعش انك ممكن تكوني لسه بتحبيه. احنا في ناس بنسيبها تمشي من حياتنا بس بيفضل مكانهم فاضي على امل ان هم يرجعوا في يوم من الايام. وحتى لو ما رجعوش على فكره مفيش حد بيملى مكانهم. ده معناه ان لسه في مكان جواك لشمس؟ انت هتردي عليا سؤال بسؤال ولا ايه؟ وبعدين انا اللي سالتك الاول، ايه لسه بتحبيه؟ مش عارفه مخبيش عليك يا حازم، انا ما بقتش عارفه ايه هو الحب اصلا. وانت؟ لا انا بقيت متاكد من مشاعري ناحيه شمس خلاص. ايه؟ مش عارف. بقول لك ايه؟ بيعملوا هنا شوربه كوارع تحفه. جارسون؟ ما هنا لازم تزودي اه بعد اي كلمه. ياه اخيرا ضحكتي. انت كنت داخل رهان ولا ايه؟ مش بالظبط، بس بصراحة بتبقي زي القمر وانت بتضحكي. نفسي افضل شايفك بتضحكي على طول. ايه؟ ضايقتك؟ بصراحة يوسف انا حاسة ان انت كل اللي انت بتعمله معايا ده مجرد عاطف. يعني عشان صداقتك مع عماد الله يرحمه. بس انت مش مضطر. مش مضطر؟ مش مضطر يا يوسف تعمل معايا كده. ما تعملش حاجة انت مش حاسسها. أحسن لي وأحسن لك. يوسف أنا بحترمك قوي بس أرجوك وأنت بتتعامل معايا اتعامل بقلبك مش بضميرك. هتوعدني؟ أوعدك. طب إيه؟ مش هناكل ولا إيه؟ جارسون؟ أنا برضه لازم تزودي عقوبة عندك. طيب بما اننا فتحنا صفحه جديده انا عاوز ده اشوفه فعل مش كلام. يعني ما نبقاش في الوش حبايب واخوات واصحاب واول ما ندي ظهرنا لبعض نبتدي نلوش. صح كلامك يا سليم بيه، وانا عن نفسي نسيت كل حاجه. المهم بقى انتوا نسيتوا. انسى ازاي يا مروان؟ انسى ازاي وانا كل ما احاول اقوم وما اقدرش بفتكرك؟ انا ماليش دعوه يا حازم باللي حصل لك، انت اللي وقعت. خلاص خلاص انتهينا، احنا اتفقنا نفتح صفحه جديده يبقى نفتح صفحه جديده. طب يا عمي لما انتوا واخدين قرارات جايبيني هنا اعمل ايه؟ ما كنتوا كلمتوني بلغتوني. جايبك علشان تسمع اللي هنقرره يا حازم وتوافق عليه وتلتزم بيه. حاضر يا عمي انا موافق، هستأذنكوا عشان أنا عندي شغل. اتفضل. فارس بعد إذنك عايزك في كلمتين. وماله؟ أول مرة نتعود على بعض. لو اني ما عرفش هتعود عليك يبدا. هتعود هتعود يا عم. بعد اذنك. اتفضل يا فارس. نورت يا مروان. تسلم اسلم بيه. طيب يا عمي بما ان الحمد لله النفوس رضيت انا بقول بقى نفتح سوا اللي اتكلمنا فيه قبل كده. انسى يا يحيى الموضوع ده اتقفل خلاص. انت ليه مصر تخلي ده اخر كلامنا؟ عشان لو ما عملتش كده هتبقى دي اخرتنا كلنا. بعدين ما